وفي أخبارنا الرياضية، وبتبادل للركلات واللكمات انتهت مباراة النجم الساحلي والأهلي المصري التي أقيمت اليوم بقاعة الحمامات ضمن الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس في كرة اليد، فإثر انتهاء اللقاء بتأهل الأهلي المصري للمباراة النهائية بتفوقه على النجم الساحلي بنتيجة 24 مقابل 20، تحول الميدان إلى حلبة للملاكمة ولتبادل العنف. وسيلاقي الأهلي المصري في الدور النهائي جمعية الحمامات المتفوقة على يونايتد النيجيري.